في البداية بعد التحية دكتور أيمن، ما هي السيناريوهات المتوقعة خلال الساعات القادمة حول ما تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل التصعيد الجاري من قبل جيش الاحتلال؟ بداية تحية لكم ولكل السيدات والسادة المشاهدين والمتابعين، ونتمنى السلام لشعبنا الفلسطيني. يمكن نأخذ ردة الفعل الاحتلال مما قاله نتنياهو الذي هدد بشكل واضح قطاع غزة، والغريب أنه هذه المرة يدعو سكان قطاع غزة لترك قطاع غزة، وكأنها يعود إلى حرب 48 يطالب سكان فلسطين أن يغادروها. بالتأكيد نحن الآن على أعتاب تصعيد كبير جدا من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هناك خطة الآن يتم الإعداد لها في حرب برية واسعة على قطاع غزة، الحديث عن حرب يطلق عليها الاحتلال من بيت إلى بيت، خاصة أنه حسب المعلومات اللي نشرتها المقاومة هناك ما يقارب من 53 أسير وأسيرة إسرائيلية في قطاع غزة. هذا الأمر بالنسبة للاحتلال أمر مزعج بشكل كبير جدا. الأمر لا يتحدث عن قتلى إسرائيليين قتلوا في المستوطنة الآن هناك موجود في داخل قطاع غزة أسرى إسرائيليين، وبالتالي نتوقع أن يكون هناك هجوم بربري من قبل الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، ولن يرحم المواطنين العزل. رأينا قصف منازل في الساعات الأولى من اليوم قبل أن تبدأ العملية العسكرية، وهناك حتى المعارضة التي قررت أن تنضوي تحت حكومة نتنياهو وأطلق عليها حكومة حرب سيعلن عنها خلال الساعات القادمة. وبالتالي نحن الآن السيناريو الأقرب هو حرب ضروس من قبل الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في غزة. الجهود الدولية التي تبذل لاتصال الرئيس أبو مازن بالرئيس الفرنسي، محاولات أيضا من قبل الجانب المصري لحقن هذه الدماء، حتى هذه اللحظة لا يوجد بوادر أمل في ذلك. وبالتالي نحن نرى أن ما يحدث خلال الأيام القادمة ستكون جريمة حرب بكل معنى الكلمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين العزل في قطاع غزة.